ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. بعض الناس بيفكروا أنه مرحلة نظام الأسد كانت مرحلة مقبولة أو حتى جيدة من الناحية الاقتصادية، ولو عملنا نظرة على واقع الليرة السورية خلال فترة حكم حافظ الأسد وبعدين بشار الأسد، مندرك قديش تدهور الاقتصاد السوري بأيام حكمهم. انولدت الليرة السورية بأيام الانتداب الفرنسي على سوريا، وكانت تنحسب قيمتها على أساس الفرنك الفرنسي. وبعام 1953 تم إصدار أول ليرة سورية مستقلة، ومن بعد الاستقلال صارت الليرة السورية مرتبطة بالدولار، وكان الدولار الواحد سنة 1947 بيساوي 2.19 ليرة سورية، وظل هاد سعر الصرف لسنة 1961. بس بعد 1961 صار يتراجع سعر صرف الليرة بشكل واضح قدام الدولار، وصار الدولار الواحد بيساوي 3.65 ليرة سورية عام 1970. يعني معدل التراجع خلال 9 سنين كان 166% من قيمة الليرة السورية. ومن هون بلش حكم حافظ الأسد. من 1970 لل 1976 تغير سعر الصرف من 3.65 ليرة ل 3.90 ليرة، وبسنة 1981 صار 5.56 ليرة، وب 1986 صار ب 11.25 ليرة، وبالتسعين صار 42.5 ليرة، وبالألفين صار 46.5 ليرة. يعني تغير سعر الصرف أيام حافظ الأسد من 3.65 ليرة للدولار الواحد سنة 1970 ل 46.5 ليرة سنة 2000، وهيك بتكون العملة السورية تراجعت بمقدار 12.7 أضعاف خلال 30 سنة من حكم الأسد، وبلغت النسبة المئوية لهذا التراجع 1273.7% مقارنة مع سنة 1970. بمعنى تاني، الليرة السورية كانت تفقد كل سنة من قيمتها حوالي 42%، وهي الأرقام طبعاً ما لها مؤشرات منيحة اقتصادياً لأي مجتمع، وأثارها السلبية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وبعهد بشار الأسد استمر تدهور الليرة السورية، وانتقل سعر صرف الليرة من 46.5 دولار عام 2000 ل 440 ليرة بهاي الأيام. يعني قيمة الليرة تراجعت بمقدار 9.4 مرات، وبنسبة مئوية هي 946.2%. وبالنتيجة منقول إنه حكم الأسد مو من هلأ، من أول ما استلم كان عم بيدهور الاقتصاد على إيده، لدرجة إنه الليرة السورية تدهورت على إيده من 1970 لهلأ حوالي 120.54 ضعف، بنسبة بتعادل 12.054%، وهي نسبة بتعبر بشكل كتير كبير عن الفشل الاقتصادي. إذا بتعرفوا حقائق تانية، معلومات تانية بتثبت هذا الشيء، شاركونا إياها. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.